حلقتنا اليوم 605 ابتدينا فيها بالدائرة اللي قسمناها ل12 قسم، هي موجودة عندكم على اليوتيوب ب 600 divide a circle by 12. أول شيء بنبلش فيه بنعمل الشكل السداسي بالتقاء النقاط هيدي. ومن بعدها نعمل اثنين مثلثين داخل هالشكل السداسي بهالطريقة هاي، وأيضا بالتقاء هالشكل السداسي مع الخطوط هالنقاط هيدي الستة كمان بنعمل مثلثات. اثنين مثلثين هالطريقة هاي. هلا هالمثلثين عملوا لنا نجمة من ست رؤوس، بدنا بس نسكر هالرؤوس ونعمل شكل سداسي بجمع الرؤوس النجمة. هلا اللي بدنا نعمله، في عنا هون نقاط، صار في عنا شكل سداسي داخلي، في عنا نقاط التقاء. هالنقاط الالتقاء بدنا كمان نجمعهم، واحدة تانية بهالطريقة هيدي. بعد في نقاط صار عندنا نجمة داخلية وشكل سداسي داخلي. اللي بدنا نعمله انه بدنا ناخد هالنقطة هيدي كراديوس ونرسم دائرة داخلية وأيضا بجانبها دائرة داخلية. هون صار في عنا نقطة التقاء بين هالدائرة وهالخط اللي هو تانجنت لهالدائرة هاي. اللي بنعمله انه بناخد نعمل راديوس
نرسم هالدائرة هاي. هي هاي الدائرة حتكون رسمتنا، البيس تبع رسمتنا لليوم. على كل نقطة التقاء بنرسم دائرة. وع كل رأس من رؤوس نعمل نصف دائرة. وأيضا على كل رأس من رؤوس الشكل السداسي الداخلي كمان بنعمل نصف دائرة. هيك بنكون خلصنا ستراكتشر لرسمتنا. وهلا بنبتدي بانه نرسم الرسمه. هلا هون في عنا داخل الرسمه هالخطوط هاي دوائر، نعمل نتابع برسمتنا آخر دائرة. وهيك حصلنا على الرسمة كاملة. بعد في عنا دائرة. هيك نكون خلصنا رسمة 605. وبنقدر هل هالشكل هيدا السداسي إذا حطينا حد بعضه تتكرر الرسمة على شكل